برشلونة وريال مدريد يكشفان موقفهما من نقل الكلاسيكو. بعد دعوات لنقل الكلاسيكو المقرر في 26 أكتوبر الجاري على خلفية اضطرابات إقليم كتالونيا، أعلن برشلونة وريال مدريد الأسبانيان رفضهما تغيير ملعب مباراة القمة المنتظرة في المرحلة العاشرة من الليغا. وكشفت صحيفة ماركا الرياضية الأسبانية موقف الطرفين الرافض للاقتراح بنقل المباراة المقررة في ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة إلى العاصمة مدريد، وتحديدا سانتياغو برنابيو، على أن تقام المباراة الأخرى في الأول من مارس المقبل في ميدان الفريق الكتالوني. وترغب رابطة الدوري الأسباني في نقل المباراة خارج العاصمة الكتالونية لتجنب تزامن المباراة مع تظاهر انفصالية مخطط لها، حيث دعت جماعات انفصالية أنصارها للتظاهر في برشلونة يوم المباراة، وطالب الرابطة التي تدير الرابطة أهم درجتين في الكرة الأسبانية اتحاد الكرة المحلي الذي يتحكم في لوائح وتنظيمات مباريات الهواء المحترفين بنقل المباراة إلى مدريد على أن تقام مباراة العودة في برشلونة. وقالت الرابطة الأربعاء إنها طلبت من لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم الإسباني الاجتماع وتغيير موقع الكلاسيكو بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا. ويشهد إقليم كتالونيا احتجاجات عنيفة على مدار اليومين الماضيين، فيما تشتبك الشرطة مع المحتجين الغاضبين بسبب قرار المحكمة العليا بإدانته 9 قادة انفصاليين والحكم عليهم بالسجن. وصرح اتحاد الكرة أن الناديين أمامهما حتى الاثنين للرد على طلب تغيير أماكن المباراة. وإذا صدر ريال مدريد جدول المسابقات برصيد 18 نقطة، فيما يأتي برشلونة ثانيا وله 16 نقطة، وذلك بعد 8 جولات من الدوري الأسباني.